يقف العبد بين يدي سيده ومولاه، يناديه رباه رباه، يناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، وقد أقضت مضجعه وآلمته وأكربته، فلم يجد ملجأ ومنجأ إلا إلى الله. سيقف بين يدي الله وقد أحزنته ذنوبه وأهمته عيوبه وأسرته خطاياه، بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها العذاب والهوان، وأصابته مذية المعصية من فقر في يديه وسوء في حاله ومرض في بدنه، وأحاط به ضيق المعاصي وآلمته وأقضت مجعه وأقلقته، عندها نظر يمينا وشمالا فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذلت، وإذا بالشيطان المريد قد خذله، فلم يجد إلا ربه لكي يقف بين يديه معتذرا، ويقف بين يديه نادما تائبا منكسرا، فينادي ربه من صميم قلبه وفؤاده، وهو يعتقد أنه لا أرحم من الله بخلقه، ينادي ربه وهو على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه إن كانت ذنوبه كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبه كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. فوقف بين يدي الله منكسرا، أسيرا حسيرا كسيرا، فيناديه يا ربي يا رب، وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءته، ولكن يفرح بإنابته وتوبته، فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات، فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي، فينادي أرحم الراحمين، وينادي خير الغافرين، يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. وقد يكون العبد ابن 60 و70 فيغفر له في طرفة عين، فيتولى الشيطان يحفو التراب، يقول يا ويلي أغويته من 60 و70 غفر له في طرفة عين. فإذا غفرت الذنوب وسترت العيوب وزالت الخطايا، فرح العبد بتوبة ربه عليه، ورأى بشائر فضله وإحسانه أمامه وبين يديه، رأى الكرم والجود والحلم والرحمة، فازداد فرحا بالله وإنابة إلى الله وثقة بالله جل جلاله، وأصبح لسان حاله يقول يا رب أسأت فيما مضى فأحسن لي فيما بقي من عمري، وأحسن لي فيما بقي من أجلي. فتغشته سحائب المغفرات، وأفاض الله عليه جميل وجزيل الرحمات، ففتح في وجهه أبواب البر، فانطلق ذلك العبد الموفق إلى أبواب الخير والطاعات، فرحا بتوبة ربه عليه وإنابته وإحسانه إليه.